وشهد بيعة العقبة الثانية، ثم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد. معاذ بن جبل صحابي وفقيه وقارئ للقرآن وراو للحديث النبوي، وهو من الخزرج، أسلم وهو ابن 18 سنة، وشهد بيعة العقبة الثانية، ثم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، واستبقاه في مكة بعد فتحها ليعلم الناس القرآن ويفقههم الدين، ثم بعثه عاملا له في اليمن بعد غزوة تبوك. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شارك معاذ في الفتح الإسلامي للشام. أسلم معاذ بن جبل وشهد بيعة العقبة الثانية وهو شاب أمرد لم تنبت لحيته بعد. ولما أسلم تولى معاذ مع ثعلبة وعبد الله بن أنيس تكسير أصنام بني سلمة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين معاذ وعبد الله بن مسعود، وقد شهد معاذ بن جبل غزوة بدر وعمره 20 أو 21 سنة، ثم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم باقي المشاهد كلها. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان استخلف عليها عتاب بن أسيد يصلي بهم، وخلف معاذا يقرئهم القرآن ويفقههم في دينهم، ثم بعثه في ربيع الآخر من السنة 9 للهجرة عاملا له على بعض نواحي اليمن، ثم عاد وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة برتوة، أي بخطوة ومسافة. وقال أيضا: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. وقال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فخرج رضي الله عنه إلى الشام فشهد الفتح الإسلامي للشام وشارك في معركة اليرموك. ولما أصيب أبو عبيدة ابن الجراح والي الشام في طاعون عمواس استخلف معاذ بن جبل، فماتت زوجتاه ثم ولديه، ثم مات هو في نفس الطاعون، وقيل مات وعمره 33 سنة في الأردن في طاعون عمواس، وكان معاذا طويلا عظيم العينين أبيض.